كابتن شريف الف مبروك، فوز مستحق والبطوله بتقرب مننا. بعد اذنك كابتن عادل. الحمد لله على المكسب. الحمد لله. زي ما اتفقنا قبل المباراه، انت بتضيف النهارده 3 نقاط بالنسبه لرصيدك، وبتعدي خطوه كبيره جدا في بطوله الدوري العام باذن الله. ناقص ماتشين 3 ومبارك لبعض. بطوله الدوري الاهلي يستحقها. هي الاهلي يستحق البطوله السنه دي. حاجات كتير قوي واضحه في الملعب. عنده قوام جيد زي ما اتفقت معاك، وعنده حاله بدنيه تقدر تخليه دايما في المباراه، حتى بالشكل اللي احنا بنتفرج عليه النهارده ده. احنا بنتفرج على مباراه مفتوحه النهارده خالص، ولكن السر ايه هو؟ السر اللي احنا مبكر في الدقيقه 18. غير الاهداف اللي احنا جبناها، السر في الشكل اللي احنا فاتحينه شايفينه ده. نص الملعب مفتوح بشكل من الفرقتين، ان الفرقه اللي قدامك ما عندهاش حاجه تبكي عليها. مش هيلعبوا بمفهوم ان انا بقى هبتدي العب على كونتر اتاك والعب مع كل الفرق. وهتلاقي كل الفرق اللي هتلعبها في اخر 3 مباريات، وخاصه انت بتلاعب فرق مهدده بالهبوط، منهم الاسماعيلي، منهم الفرق اللي هي ناقص لك معاها يمكن نص الماتشات اللي جايه كلها مع فرق بتحارب على الهبوط. كل الناس بتفكر بمفهوم دلوقتي ان انا اكسب، مش ان انا اخرج ببونت او اخرج بنقطه مع النادي الاهلي او مع غير النادي الاهلي. فهتلاقي الشكل ده في كل المباريات، المساحات المفتوحه، الضغط على الفرق كلها بتضغط على بعض من قدام، عايزين يستغلوا اي فرص موجوده. النهارده كان البنك الاهلي عنده فرصتين 3 كان ممكن يحقق فيهم اهداف، وانت قاعد بتتفرج عليهم حقيقه بيبنوا هجمه وبيطلعوا كويس جدا، خاصه عن الراجل اسحاق يعقوب ده، عامل جبهه جامده جدا ناحية الشمال، موصل فرقته جيد جدا، بيلعب عرضيات جيده جدا. لولا ان انت الدفاع بتاعك واقف على رجليه وشايف الكوره وبيطلع، تحس ان احنا قلنا ان ده مفتاح لعب من بدايه المباراه. بتحس ان دي فرقه تقيله اللي بتلعبك، ولكن هو فتح المساحات، مفيش، مش خايف. علاء قال لك دول انتحر، الراجل انتحر. هو مش انتحروا بس، هو بيدور على اي حاجه. يمكن ما يكونش يومك انت النهارده، ممكن ما يكونش يوم النادي الاهلي النهارده، بس برضه هو يعني هو موقفه صعب، مش اكثر صعوبه من كل الفرق على فكره، مش هو بس. هتلاقي دي نغمه الماتشات اللي جايه كلها. فانت لازم يبقى عندك سرعه مهمه تخليص المباراه، هو ده اللي بيخلي المباراه تتفتح اكتر، هو ده اللي بيخلي عندك شانس اكتر، هو ده اللي بيخلي الجهاز الفني بيغير اكتر من لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بارتياحيه. ما بتفرقش معاه بقى مغير مكان بمكان، النهارده ما بيغيرش مكان بمكان، النهارده بيطلع بلاي ميكر ونزل وجه جديد جدا، يمكن بقالنا كتير قوي ما شفناهوش. بينزل لو عايز يعمل بقى جبهات وكده بينزل طاهر الاول. ايوه، ما ينزلش كريستو الاول، خدت بالك؟ هو خلاص بقى ضامن الفوز، ضامن التاكتكس بتاعته ان في اتنين عاملين له حاله ارتكاز بياخدوا الكره الثانيه بتاعه الهجوم المماثل لفرقه البنك الاهلي. فده بالنسبه للشكل اللي احنا شايفينه. بالنسبه للاعبين، كل لاعب بيبحث دلوقتي على حط كل فردياته في الملعب، وكله بتوفيق بقى. يعني محمد شريف يروح على الجول مرتين ثلاثه بس ما بيجيبش جوال، وده اللي احنا بنتكلم عنه في اول المباراه. لازم يا محمد يا شريف انت الهدفين الثلاثه اللي بيجوا لك على الاقل تجيب واحده، تجيب واحده دي ليك وانت هداف الفرقه، ودي طبيعتك، وده ما تضيعش امتياز تحركاتك واستلامك وانك بتروح، وامتياز الباس ليك في عدم الثقه في التصويب. انا شايفه الراجل ده ما بقاش عنده يعني ثقه في تصويبه او ثقه ازاي يتعامل وهو رايح على الجول، كويس؟ فلازم جهاز فني يقعد معاه ويكلمه ويرجعه تاني. انا من ساعه كروش والراجل ده، انا مش عايز اقول الظلم يعني، ده اسامه من دايما بيشيد بيه، وفعلا هو الراجل بيتحرك وبيروح على الجول. ففي حاجه لازم يبقى الناس هناك تتكلم معاه يعني، لان هو انا ما مش كل يوم هلاقي لعيب يعرف يروح على الجول يعني. دي برضو حرفيه يعني، دي برضو حاجه بتبقى امتياز لك ايجابيات يعني، وسريع جدا وبيلعب رجله اليمين ورجله الشمال. بالنسبه طبعا لعلي معلول، انا النهارده بيثبت ان علي معلول ده مش رمانه ميزان بس، لا ده فكر ولعب
وفعلا يستحق انه يكون في شكل تونس واساسي في المنتخب. ف جود لك وبقيه الفرقه زي ما احنا اتفرجنا عليها النهارده، ولكن هذا هو الشكل اللي احنا هنقابله في كل المباريات اللي جايه. فمن الجيد جدا انك انت بتحرز الثلاث نقاط في اي فرقه انت بتلعبها، بدون ان احنا بنتكلم عن ضيعنا في هجمات قد ايه، لعبنا ازاي، الاطراف اشتغلت، بيرستاو موفق، كهربا النهارده جود لك في الجول، لا دي حاجات بره الحكايه، غير انك انت عندك روح واداء بحاله بدنيه جيده بتخليك دايما عندك الشانس وعندك الفرصه انك انت تكسب او انك انت تجيب اهداف، وده اللي حصل، ثلاث اهداف. صحيح.